اوكي راح اشوف كيف نتعامل مع اللينك تو سيكوال عن طريق الويندوز فورم. راح نتعامل مع داتابيس اسمها نورث ويند، موجوده الداتابيس على الموقع، ممكن تنزلها عندك. طبعا شفنا كيف نعمل اتاتش لداتابيس، بنروح على داتابيسز، صباح النور، داتابيسز، نعمل اتاتش. اوكي شفنا كيف نعمل اتاتش على الداتابيسز، ضفنا داتابيس نورث ويند. بدنا هلا نحاول نطبق الاشي اللي تعلمناه امبارح عن نورث ويند. امبارح عملنا نيو بروجكت، اوكي ويندوز فورم ابلكيشن. طبعا رحنا على فيرتشوال او فيجوال سي شارب ويندوز، ويندوز فورم ابلكيشن، خلينا نسميه نورث ويند اب. اوكي نورث ويند اب، اعمل كرييت. طبعا راح يعمل لك عندك ويندوز فورم ابلكيشن. بدنا نعمله انه نضيف منيو كونتكست على الفورم، اوكي ونظبط الفورم. فضفنا منيو كونتكست على الفورم امبارح، منيو ستريب، اوكي ضفنا منيو ستريب. مثلا هون كتبنا فايل، هون كتبنا اوبن، مثلا هون عملنا مثلا كويريز. اوكي هون مثلا خلينا نكتب كويري نمبر 1. اوكي كمان ضفنا على الفورم عندي ضفنا داتا جريد فيو عشان نعرض الداتا فيه، حطينا داتا جريد فيو. ظبطنا الكونفجريشن تاعت الداتا جريد فيو، خلينا يجي على كل المساحه اللي عندي. فرحنا على دوك، عملت سنترلايز فورم، خليناه فول سكرين. فرحنا عملناه فول سكرين عن طريق الـ View State Maximized. اوكي وعملنا run بس هيك، يعني هذا الاشي اللي عملناه امبارح. كمان شفنا كيف نطبق الكويريز، نشغل الفورم، بعمل كومبايل، خلص كومبايل تمام اشتغل. لاحظ انه تمام. هسا اللي عملناه امبارح انه طبقنا كويري. كيف عملنا الكويري؟ اشتغلنا على الداتا كونتكست او اللينك تو سيكوال مابنج. اللينك تو سيكوال مابنج كيف عملناه؟ رحنا على البروجكت، اد على الزر اليمين، نيو ايتم، اوكي اخترنا لينك تو سيكوال. في شيء اسمه لينك تو سيكوال. ليش لينك تو سيكوال؟ لانه بديش اكتب كل شيء فروم سكراتش، بدي خليه يعمل لي جميع الكلاسز تاعت ال الداتابيس. ف نشبك امبارح شبكنا مع الداتابيس، احنا عملناها اليوم نشبك مع النورث ويند داتابيس. فهي بسميها داتا كونتكست، داتا كونتكست مثلا، داتا كونتكست بسميها. اوكي بعمل اد. طبعا الداتا كونتكست بتكون فاضية، انت بتعبيها. كيف بتعبيها؟ دراج دروب للتابلز تاعون الداتابيس. كيف بدك تجيب الداتابيس؟ حكينا بنروح على فيو، بتروح على سيرفر اكسبلورر. بعد ما تروح على سيرفر اكسبلورر بدك تعمل نيو كونكشن. كيف تعمل نيو كونكشن؟ تيجي على الوصلة هاي كونكت تو داتابيس، نيجي على الوصلة، بنختار الكلاينت اللي هو انا بحكي مع اسكال سيرفر، بحط اوكي. هون بدخل السيرفر نيم. شفنا في طريقتين، يا بكتب هيك SQL Express اوكي وهيك بختار الداتابيس. طبعا بس يعمل لودينج بجيب لي جميع الداتابيسز، باك سلاش طبعا هون
باك سلاش. تيجي تعمل تيست تأكد انه السيرفر شغال اتليست انه شغال. The data value connection instance is not in storage room. Okay. Forward slash. تقدر تتأكد إن السيرفر شغال لازم تروح على SQL Server Configuration Tools. بتروح على هاي SQL Manager. SQL Server Manager بتعمل Run as Administrator. تشوف السيرفر إذا شغال أو مش شغال. اوكي بروح هون على SQL Servers بتلاحظ انه مايكروسوفت SQL Server شغال 100%. فباجي عليه باخذ الاسم تاعه. طبعا كيف تاخذ الاسم تاعه؟ زي ما حكينا امبارح، بس بتجيب الهوست نيم كوبي، تيجي عندك في الفيديو ستوديو بتحط الاسم ما نسخهاش فمكتوبها كتابة، هي جزء مخزنة حتى بتكون في الكونفيجريشن. فلو تيجي هون مش مبينة، اكتبها مش مشكلة، هي properties services galaxy link. عشان ضوء الفيرتشوال ماشين خلينا نطفيها لأنها بتسحب الميموري. اوكي كتبنا جالاكسي ثينك هون، عملنا تيست تمام. يعني في تو ويز، نختار الداتابيس، الداتابيس اللي شابكين عليها اسمها نورث ويند، تشبك على نورث ويند داتابيس. اوكي بعدين بتعمل تيست كونكشن، ممتاز، بعمل اوكي. طبعا هاي العملية ان ضفت انت كونكشن، اوكي ضفت كونكشن، بس هو الكونكشن وين راح نضاف بالحقيقة؟ راح نضاف على الابلكيشن، فراح تلاقي الابلكيشن عندك موجود الكونكشن في الاب كونفيج. احنا كنا في الويب كونفيج زمان، خلينا نشوف كيف راح نقدر نضيفه هون على الاب كونفيج. بس انه انت ما تشتغل في ال لما تشتغل في البروجكت تاعك دائما الكونكشن المفروض تحطه عندك هون في الاب كونفيج. هسه احنا اللي عملناه حاليا انه شبكنا على السيرفر، جبنا الكونكشن، اوكي جبنا داتابيس، تعاملنا مع النورث ويند، هيها بينت عندي. اوكي هسه شو بدي اعمل؟ بدي اروح اجيب جميع التيبلز اللي جوا النورث ويند واسحبهم عندي على الداتا كونتكست. فكيف بدك تسحبهم؟ ببساطه جدا، تعد تعمل كنترول تحدد كل التيبلز، في عندي كثير تيبلز هون، حددهم كلهم. اوكي بعمل دراج دروب لجميع التيبلز عندي على على ال على طبعا المساحه هاي. انا فاتح على سيرفر اكسبلورر، فالمفروض من السيرفر اكسبلورر اجيبهم مش من الاوبجكت اكسبلورر. فبعمل سيلكت لجميع، دراج دروب عندي على دي بي ام ال مابينج، بسحبهم. اوكي هون راح تشوف انه صار عندي جميع التيبلز وجميع العلاقات بين التيبلز. هسه ممكن انت يعني تعدل على العلاقات هاي، تغير في العلاقات هاي. اوكي يعني شوف هاي يعني مثلا شفنا احنا هاي الرسمه، في عندي اوردر، اوردر ديتيل، اوردر بيكون مربوط مع كاستمر، بيكون مربوط مع يعني مع تريتوري، بيكون مربوط مع شيبر، بيكون مربوط مع ريجن. فكل هاي الديتيلز، كل هاي الريليشن شيب، هاي منين جابها؟ من الفورين كيز اللي في الداتابيس. يعني انت ما كتبتش اي كود يعملها، هاي اوريدي العلاقات هاي الفيرتشوال والفورين كيز والماني تو ماني والوان تو ماني، هاي كلها هو لحاله راح يعمل لك جنريت لها. فانت مش راح تضيف اي شيء، ليش؟ لانها موجوده في الداتابيس. يعني احنا في تو واي ابروتش، في كود فيرست انك انت تكتب الاوبجكت
وتعمل المودلز وتعمل الكلاسز وتعمل كل شيء. في طريقة ثانية اسمها داتابيس فيرست، تروح بتصمم الداتابيس، بتعمل ديزاين، بتحط الفورن كي، هاي التيبل مع هذا التيبل، تحط جميع العلاقات هاي، اوكي. وبعدين صباح النور، وبعدين انت ايش بتعمل؟ جنريت لهذه الداتابيس لاوبجكت لكلاسز. فيا ببلش من فروم سكراتش، يا بس بستخدم هاي الطريقة. في ناس بحبوا هاي الطريقة، في ناس بحبوا هذيك الطريقة. فهيك احنا عملنا جنريت لداتا كونتكست. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نروح مثلا نعمل كويري على هاي الداتا كونتكست. امبارح شفنا كيف نعمل كويري. طبعا احنا هون في الفورم اللي عندي، في داخل الفورم في عندنا حطينا منيو ستريب، في داخلها ايتيمز، في هون عندي جريد، اوكي. لكن امبارح حكينا بدنا نعمل اشي تاني شوي، بدناش نخليها بهاي الطريقة، بدنا نظبط عليها عشان ناخذ مساحة اكثر في الفورم. فبدنا نساوي كالتالي، بدنا نروح نجيب تاب، في شيء اسمه تاب كنترول. جيب التاب كنترول، التاب كنترول بتروح تعمل عليها دوك انها تفلل الشاشة. في عندك هون اوبشن اسمه دوك، اوكي، بفلل الشاشة في الدوك. هون بجي بحط الجريد فيو. ليش عملت هيك؟ لانه بدي اصير مثلا بديش يعني اروح من ويندو لويندو، بدي استخدم الشاشة، بصير اروح من تاب لتاب، اريح يعني في الشغل. فخلينا نشوف شو راح يصير. نعمل رن، لاحظ انه صار عندي تو تاب، هاي التاب الاولى فيها الجريد، التاب الثاني فاضي، بقدر احط 20 تاب، قديش بدي تابس. هسه شو بدنا نعمل؟ بدي اجي كويري، لما اكبس كويري 1 بدي اروح اجيب جميع الكاستمرز واعرضهم في الجريد، اوكي. خلينا نشوف مع بعض. دبل كليك على كيو 1 راح يعمل لك ايتم كليكت، وانا نكتب الكويري. عشان نستخدم الكويري راح نادي الداتا كونتكست تاعتنا. فبروح بعمل انستانشيت لنيو اوبجكت في داتا كونتكست. هسه عشان الداتا كونتكست انا كثير بستخدمها، فبديش احطها في كل ما اناديها بدي استخدمها، لا. بدي وين استخدم الداتا كونتكست؟ بدي استخدمها في داخل الفورم. فهون بدي اجي اكتب له داتا كونتكست، داتا كونتكست مسميها، اوكي. داتا كونتكست دي سي ايكوال نيو داتا كونتكست. طبعا بديش اعملها انستانشيت هون، بدي اعملها انستانشيت داخل الفورم. فباجي بحط هون بعد الانيشاليز كومبوننت بحط انيشاليز للدي سي عشان اعملها جينيريك، يعني استخدمها وين ما كان، بس اجي اعمل دي سي ذيس دوت دي سي واستخدمها. فا ايش بدنا نعمل؟ بدنا نعبي الجريد فيو في الداتا هاي اللي بدنا نجيبها من داتا كونتكست. ايش الداتا اللي بدنا نجيبها؟ الكاستمرز. فباجي هون بحكي له انه روح اللي على ذيس دوت جريد فيو، Data Grid View 1، اسمه Data Grid View 1. أنا بدي أغير اسمه، بديش أخلي، بدي أعطيه اسم شوي يكون ريلاتيف. فباجي هون خلينا نسميه Other Name. لو رحنا وين على Name، نكبرها شوي هاي، أوكي. Name اسمه Data Grid View، اسمه Data Grid فيور مثلا، سميناه داتا جريد فيور. سماجك بس على كيو 1 بدي اروح اجيب جميع الكاستمرز، كيف بدي اجيبهم؟ بروح اول شيء على الداتا كونتكست، من داتا كونتكست بروح بجيب جميع الكاستمرز، اوكي؟ بحولهم لليست، بعد ما احولهم لليست ايش بدي اسوي؟ بدي اجيب هاي الليست واعرضها وين؟ في داخل الجريد فيو. فباجي هون ذيس داتا جريد فيور داتا سورس از ايكوال تو ذيس ليست، اوكي. بعمل سيف. بس لما اجي امرن اجي على الكويريز، اعمل كيو 1، شو بتلاحظ؟ راح جيب لي جميع الكاستمرز اللي في الداتا بيس وعرض لي اياهم عندي في داخل الجريد فيو. بس ايش بنعمل كمان؟ بدنا نراجع العمليات اللي عملناها امبارح. يعني احنا مش بس عملنا عملية السليكت اول، عملنا كمان عدة عمليات. عملنا اول شيء عملنا هون هاي ايش الكيو 1 تروح تجيب لك سليكت اول كاستمر،
اوكي كيو 2 عملنا اد كاستمر، اوكي كيو 3 عملنا ابديت كاستمر، وكيو 4 احنا عملنا ديليت كاستمر. اوكي هسه بالنسبة لاد كاستمر كيف كنا نضيف كاستمر؟ كنا اول شيء نعرف مثلا string شو في الكاستمر داتا، اول شيء شو في الداتا اللي في الكاستمر، كنا عادي بديش اكتبها بس كنا نيجي نكتب dc.customers. set on submit نعطيه object تاع الكاستمر، يعني اجي هنا اكتب له new customer اوكي واحط الداتا تاع الكاستمر. طبعا منين اجي الكاستمر هذا؟ من نيد تو سيكوال مابنج، هو لحاله راح شاف الداتا الموجوده في الكاستمر واضافها. فهون باجي بعطيه كونتاكت نيم كومباني نيم كل هاي التفاصيل. بعدين بعد ما تعمل انسيت تيجي دي سي دوت سيف او دي دوت سبميت. سبميت تشينجز. فباجي بعمل سبميت تشينجز وبسيف جميع التغييرات على الداتا بيس. حكينا بالنسبة ل بالنسبة لعملية ال الابديت او خلينا ناخذ الديليت اول. الديليت شو كنا نعمل؟ كنا نروح على الدي سي اوكي نروح على الكاستمرز مثلا نحذف من الكاستمر. فكيف كنا نعمل؟ كنا نفحص موجود ولا لا. اذا موجود شو تروح تعمل؟ اللي في عندك شيء اسمه ديليت اون سبميت. ديليت اون سبميت شو بتاخذ؟ بتاخذ كاستمر انتيتي، يعني بتاخذ اوبجكت. فباجي هون بعطيه نيو كاستمر، بعطيه الاي دي تاع الكاستمر وروح بحذفه من الداتا بيس. اوكي بالنسبه لعمليه الابديت كيف كنا نعمل؟ كنا نعمل اول شيء كويري اسمها سيلكتد كاستمر. اوكي شو كنا نساوي؟ كنا نروح نجيب فروم دي سي دوت from x مثلا n dc dot customers okay select where okay where طبعا where بالضبط where x dot مثلا customer id equal رقم معين. روح اعمل لي select okay بدي بس اجيب customer واحد select ل x. طبعا عشان تجيب customer واحد في عندك 2 option، يا بتستخدم dot first يعني هي بتيجي هون استخدم دوت فيرست اوكي يا تيجي بايش تستخدم الثاني اللي هي سنجل اور سنجل اور ديفولت. اوكي بجيب الكاستمر اوكي بعدين بعد ما اجيب الكاستمر طبعا لانه يساوي واحده مش ثنتين. نو هاي سترينج عشان فبدك تقارن سترينج مع سترينج. اوكي فا اوكي كنا شو نعمل؟ نيجي على السلكتد نعمل ابديت. فنيجي على السلكتد نحكي لي سلكتد مثلا دوت كونتري ايكوال بالستاين مثلا، تيجي تعمل سلكتد دوت تغير على الداتا تاعته. بعدين ايش؟ تيجي على دي سي دوت كاستمر دوت كونتكست دوت ايش؟ سيف او سبميت تشينج. فهي ببساطه عمليه الابديت. اوكي هذا الشيء اللي اخذناه لحد امبارح. هسه اليوم ايش نتعلم؟ نشوف كيف نكتب نيتف كويري. يعني الاكسرسايزز اللي اعطيتكم اياهم الاكسرسايز اللي راح ناخذها اليوم داتا بيس اكسرسايزز. طبعا في عندنا تقريبا 25 تمرين. هذول التمرين كلهم عن نورث ويند داتا بيس. بدنا مثلا نعمل نيجي هون نيجي على الفورم نضيف مثلا اكسرسايزز هيك اكسرسايزز مثلا نيجي اكسرسايز رقم واحد. هسه لما تيجي تكبس لي اكسرسايز رقم واحد شو راح تعمل؟ راح تروح تنفذ لي هاي الكويري. اوكي راح تروح تنفذ لي هاي الكويري. جيب لي النيم والادرس والسيتي والريجن اوف امليز. كيف بدك تعملها؟ اول شيء بدك تروح تعمل لي سيلكت ستيتمنت. فبدك تروح على الدي سي تروح لعميل على الامليز دوت مين دوت
تو ليست. هذا في الوضع اللينك، احنا ليش نشتغل لينك؟ نكتب كويري عادية. هسه بنشوف كيف. بدي اروح اجيب جميع الليست اعملها فور مثلا اكس، واجي هون على this dot data grid viewer dot data source equal mean x. هسه انت ما تعمل هيك، تيجي تعمل run exercise، تكبس exercise رقم واحد، راح اجيب لك جميع الامبليز في جميع الايتمز تاعته. هسه انا لا، ايش الاكسرسايز طالب؟ الاكسرسايز طالب انك تروح تجيب لي نيم وادرس وسيتي وريجن. نيم اوكي، تروح تجيب لي النيم، هاي النيم يعني فيرست نيم ولاست نيم، تجيب لي سيتي والادرس والريجن. فعشان تعملها هاي في اللينك العادي مثل يعني في الوضع الطبيعي، كيف ممكن تعمل في اللينك؟ بتروح هون بتحكي دي سي اوكي تو ليست، بس انا هاي بديش اياها اسمها، بدي اشتغل عليها في اللينك. فكنا نعمل فروم مثلا اس ان او فروم اي، خلينا نعمل او اي موجوده فروم اي from r مثلا in هاي dc dot okay select me select بدون where select ايش new select new مثلا شو بدي name equal r dot first name plus space. أنا في اللينك الوضع الطبيعي r dot last name اوكي. بعدين شو بدي اخزن كمان؟ address address، بكتب address هيك anonymous object اخذناها. address is equal to r dot address. كمان بدي اخزن الريجن، الريجن is equal to region is equal to the r dot region اوكي. عملت انا مس اوبجكت، هسه انا مس اوبجكت قال لي عملته اكس، لازم اعطيه داتا سورس. بدل ما صار اعطيه كل الداتا ايش بصير؟ اعطيه بس فيلدز بدي اياهم اكسرسايز رقم واحد شوي، حط مثلا نيو لو نعمل نيو كاستمر او نيو ام دي select new قم بدي يعطي هاي الداتا شوي طيب اعطي first name شو مش كاسر شوف ممكن لازم تعرفه اي اني مرابل اذا ما زبطتش بس شوي اعمل run exercise number one. فبدك تيجي بس يعني خليها انيمس اوبجكت مش مشكله، انيمس اوبجكت بس هاي لازم احط اكس دوت تو ليست عشان يفهم منها ليست مش داتا سيت. فباجي هون بعمل اكسرسايز نمبر 1 بتجيب لي بس الفيرست نيم والادرس والريجن او الفيرست نيم اللي فول نيم. فنقدر نيجي هون نكتب له نيم يعني جاست ا كونفنشن نيم. ف exercise number 1 هون نكتب name address region، هاي حليت exercise number 1 اوكي. بس احنا مش هيك راح نعمل، احنا راح نشتغل على نكتب query. يعني احنا الكورس SQL server فبدنا نكتب query زي SQL server، يعني query نروح نكتبها بال SQL server، انت سيتها هناك كوبي نيجي نحطها هون اوكي. فهذا الشيء اللي راح نعمله في step 2.